ثلاث سنوات على استعادة القوات الحكومية مدينة الموصل بعد عمليات عسكرية طاحنة لم تبق حجرا على حجر، خلفت آلاف القتلى وعشرات آلاف النازحين، وخلفت كذلك عددا لا يحصى من الجرحى. يطرح السؤال على الواقع، هل نجحت القوات في استعادة الموصل؟ للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي السيد حسين العليان. سيد حسين، بداية أهلا بك. بعد ثلاث سنوات من استعادة الموصل، هل حققت العملية العسكرية أهدافها المعلنة، فرض الأمن والاستقرار، هل تم؟ يسعد مساكم مساء مشاهديكم الكرام. يعني الحقيقة الموصل منكوبة من احتلال داعش، وما بعد داعش زادت النكبة. نعم. التحرير كان نقمة على أهل الموصل كما داعش. اليوم معظم العراقيين في مناطق البؤس والفقر هم كما الموصل. نعم. يعني العشوائيات تملأ بغداد وتملأ المدن العراقية، ومدن الصفيح تزداد في العراق، وقيام اللاجئين تزداد في العراق بسبب سياسات الحكومة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، لأنه ثقب الفساد الأسود يأكل كل شيء، يستوعب نعم. كل شيء في العراق، كل موازنات النازحين واللاجئين وداخل الوطن وخارجه تنهب، والمنظمات الدولية يعني لا تغطي الفتات لهذا الموضوع. نعم. ما يجري في الموصل تقديري هو تجاذبات إقليمية ودولية تهدف لإضعاف دور الموصل إذا ما استقرت. الموصل إذا ما استقرت فهي دولة قائمة بذاتها، لديها كل إمكانيات الدولة. الموصل هي مركز رئيسي لإنتاج الحبوب في العراق. الموصل هي المركز الرئيسي لمعظم الصناعات الأساسية في العراق، و الموصل مدينة اقتصادية هامة لا أحد معني بتشغيلها. واليوم السياسات المركبة داخليا وخارجيا لا يعنيها استقرار لا الموصل ولا غير الموصل. نعم. سيد حسين، إذا كان الهدف هو هزيمة تنظيم داعش، فهل هزيمته تحتاج كل هذه القوة التدميرية التي وجهت على المدينة وجعلتها يعني أكواما من الرمال؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني كان ممكن هزيمة داعش بأقل كلف ممكن، كثير من الكلف، بس هو المؤامرة على الموصل. يعني من خلق داعش ومن ساعد داعش على الاستمرار في الموصل ومن سهل داعش بالأصل القوات الأمريكية، ونفذت بأيدي عراقية محلية. وتقريركم تحدث عن القادة العسكريين اللي تم محاسبتهم بشكل رمزي وشكلي لتغطية على الجريمة الكبرى. نعم. الجريمة الكبرى كانت هي أن مدينة الموصل مطلوب أن تدمر، لأنها مدينة فاعلة وحيوية ومهمة، ومدينة تستطيع أن تكون نقطة ارتكاز لازدهار البلد وإعادة إعمار البلد. وبالتالي الدول الجوار كان بهمها تعمل من الموصل نقطة تجاذب، سواء بين التركي والإيراني والأمريكي. ولحد هذه اللحظة اليوم أنت ترى التجاذبات في الموصل ما بين الأكراد وما بين الإيرانيين وما بين الأتراك. نعم سيد حسين، كما تعلم فإن النازحين عن الموصل لا يزالون في أماكن نزوحهم ولا يستطيعون العودة إلى منازلهم رغم المنح التي دفعت للحكومة من أجل إتمام هذا الغرض. باعتقادكم لماذا لم يعد النازحون إلى مناطقهم حتى يومنا هذا؟ أنا أعتقد فعاليات الموصل تتحمل عبء ومسؤولية كبرى في هذا المجال، لأنها لم تبذل من الجهد الكافي لإعادة إعمار المدينة وإعادة استقطاب وتطعيم المهجرين. نعم. هذا جانب، يعني يجب أن لا نعول على الحكومة ولا على من يقف وراء الحكومة. هذه مهمة أهالي الموصل أن ينتزعوا حقوقهم بالعودة لمدينتهم وإعادة إعمارهم. هناك تقصير كبير ذاتي
يعني ممثلي الحكومة المحلية في الموصل وممثلي في البرلمان، والفعاليات الاقتصادية الموصلية ليست قليلة، هي أكبر من إمكانات حتى الدولة، وبالتالي يجب أن تعتمد الموصل على نفسها، لأنه إذا ما استمرت في الاعتماد على الأطراف الأخرى فالأطراف الأخرى ليس لها مصلحة في إعادة استقرار المدينة. أهالي المدينة أنفسهم، تجارها، فعالياتها الاقتصادية، شيوخها، هم أولى بأنه يمارسوا مزيد من الضغط بدل نعم مزيد من النهب للأموال المحلية. نعم الحديث عن التغيير الديموغرافي وارد عند كل ذكر للموصل. سيد حسين، باعتقادكم هل هو حديث الواقع الحالي؟ وإذا كان فعلا هو حديث الواقع، هل من شواهد على إمكانية حدوثه وإتمامه التغيير الديموغرافي في الموصل؟ تفضل. أنا أعتقد أن هناك محاولات للتغيير الديمغرافي هنا وهناك، لكنها لن تجدي نفعا. الموصل مدينة عراقية عربية أصيلة منذ آلاف السنين وستستمر كذلك، نعم هي مراهنات لمزيد من المعاناة ليس إلا. لا أحد يستطيع أن ينتزع الناس من جذورها ومن أراضيها ومن تاريخها ومن يعني حاضرها وماضيها. يعني هذا فقط سيتعب العراقيين ويلحق بهم مزيد من المشكلات ليس إلا. الموصل ثابتة في عروبتها، في عراقيتها، في تلونها الإثني والعرقي والمذهبي، وستبقى كذلك. هناك مؤامرة إقليمية على الموصل، هناك مؤامرة إقليمية على الموصل، أطرافها واضحة. أطراف المؤامرة على الموصل واضحة، الكرد والأتراك. والمكون العربي في الموصل هو المكون الأكبر، وبالتالي لن يستطيع أي قوة أن تزيل هذا المكون من جذوره. يعني من عمان كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، شكرا جزيلا لك.